عيب ده الحاج. واه مش تابع نقول الكل. احنا هذه القناه اللي جات ليها مساني مشري واللي جاوا ليها فيها زول وسنه في اللعب بيع البرديتا وراه خدامه في الوزير. احنا ما نشرعوا لهم لا نرعوا لارواحنا وانفسنا ونرعوا اللي ضرنا احنا. اذا كان هو باغي يسلم البلاد يسلمها الفلاح ما يسلمهاش لاميز سلمها الفلاح معليش يتقانع عليها ويديها فلاح يخدمها. احنا يجي فلاح مرحبا وسالم رانا حتى لما عندناش الماتريال نعاونو عندنا الماتريال باه نعاونو الفلاح علاش مرحبا باللي يجي يخدم معنا الفلاح رانا معاه. حاجه واحده اخرى ما نجموش وهذه القناه هذه قناه مشريه لو كان عينهم في القناه يجيبوا لنا يلقاو الفلاح الفلاح الكبار الفلاح اللي يعرفوا القيمه تاع البلاد هما اللي يلقاو لهم يلقاو لهم بصاوز هي تلعب. هذه ما انا مانيش دايرها كاع في راسي هذه مانيش دايرها في راسي. انا راني طامع بقلبي باللي ان شاء الله عندنا حق في الدوله هذه عندنا حق وعندنا حق حق هذه اللي زريعه الروح هذه اللي سيف الروح هذا اللي يحيي الروح هذه راني عندنا حق. السلام عليكم ربي يحفظكم ان شاء الله ونشكركم بزاف انتم اللي جايين عندنا ونشكر اللي يقول الحق انا بنشكر اللي يقول الحق هما اللي ما يقولش الحق ما مانيش معاه الانسان دائما يهضر بالحق. إذا كان الحديث تاعي خاطئ قول لي راك خاطئ قولها لي بوجهي قول لي خاطئ. احنا هاجي هاجي حاضر ورانا حاضرين ها لبان راهم يقولوا الارض تاعك وهميه راهم يقولوا الارض وهميه هاجي 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 واحد شريتهم لك هاجي انا يدافع 8 مليون درهم هذه من يجيب الحمد لله الماشينه اللي تحصل عندي تاع الدوله الماشينه اللي تحصل عندي تاع الدوله جاي مليون يخدم عندي هم اللي راني خاطي بها منها نحصل من نحصل هذا الدار راني نحصل هنا في هذه بلادي ما عنديش حاجه واحده وانا كاين ثلاثه تاع الاباء معايا كاين خويا ونسيبي هذو ثلاثه عندهم ارضهم 28 هكتار 28 هكتار معايا معايا يخدموا معايا هذو انا بروحي الارض ندفع المجموعه تاع الاخرى تخدم الروحة كاين خمسه واحد اخرين يخدموا الروحة يدفعوا والله يدفعوا برا ما نجيبش خاطر علاه ثاني اللي نهضر على نفسي انا الحبه اللي تاع نديها للدوله ودوك الحمد لله على حاضر كواغت حاضره اللي قال لنا ما نكش فلاح يجي يخابرني حنا كان ما عندناش كيما قال كواغت الدوك ما يديش من عندنا وراه عندنا عقود كل عام خرجوا من عندهم الزريعه خرجوا من عندهم 100 120 مليون زريعه باش نخدم يجيبوا لانكري يجيبوا الدواء نخدم حنا نموتوا على البلاد ولليوم القدوه نخدموا البلاد ما عندناش حاجه اخرى في البلاد والسلام عليكم ورحمه الله واللي يبقانا في البلاد مرحبا واللي يبقى في جهه اخرى لا لا اللي يبقى انا فلاح مرحبا وسهلا اللي يقعد وين يقول لي تنازل اللي يعطيها الفلاح وراك انت ماكش خدام تقول بصح لو كان يقول نعطيها الوزير يلعب بها يقول لي جا ويقول لي خويا انت ماكش فلاح خرج منها ونعطيها لواحد اخر فلاح صعب يعطوها الوزير يلعب به لا. السلام عليكم وربي يحفظكم ان شاء الله جيت صور منها وصور النادر والله يعطيك الخير.